هذا وأكد سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تسير بخطى ثابتة ومتسارعة في عملية التطوير والنماء. وأشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين تسعى بشكل مستمر لتحديث آليات عملها الحكومي، وذلك بما يضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الحكومية والعمل على الارتقاء بها لمستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز ترسيخا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. وأوضح سعادته بأن قرار مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية تم من خلال تشكيل لجنة تطوير الخدمات الحكومية لاعتماد التطويرات ل 24 جهة حكومية مختلفة خلال 7 أشهر، وتم خلالها الانتهاء من تطوير هذه الخدمات والتي تضمنت 240 خدمة مقدمة للأفراد و 180 خدمة مقدمة للأعمال والمؤسسات و 80 خدمة مشتركة. وبين المالكي بأنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في كل جهة حكومية، وذلك بغرض تنفيذ مقترحات التطوير و إعادة هندسة الخدمات، كما تم وضع آلية عمل شاملة للبدء في تنفيذ مقترحات التطوير وتحديد المعايير الواضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء أن هذا التطوير جاء ليحقق حزمة من الأهداف المهمة، ومن أبرزها تقليل المستندات المطلوبة للإجراءات الحكومية بنسبة 50% كحد أدنى، وذلك بما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، إلى جانب تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في أقصر وقت ممكن. وتابع سعادته بأنه علاوة على ذلك تم وضع هدف تبني التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليص خطوات التقديم للخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ويقلل من العمليات المرتبطة، إلى جانب هدف تحسين واجهة تجربة المستخدم من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وهو ما يعد هدفا إلزاميا ضمن استراتيجية التطوير.